للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا الآن الزميل محمد عبد الجليل، محرر الشؤون الفنية لدينا هنا في الشرق. محمد أهلا وسهلا فيك. أهلا بك، صباح الخير، عدت إلينا. أهلا فيك. كيف كانت التجربة بكان؟ كيف كانت التجربة هذا العام مع هالمشاركة الضخمة اللي شفناها من العرب، من الأفلام العربية ومن الإنتاج العربي؟ أكيد السنة دي فعلا زي ما أنت قلتي كده كانت السنة الأبرز أو الأهم يمكن من سنوات كتير للسينما العربية. في 13 فيلم عربي شاركوا في أقسام المهرجان ومسابقاته المختلفة ما بين روائي طويل وما بين أفلام قصيرة. شفنا أن في منهم 7 أفلام كانوا مدعومين من مهرجان البحر الأحمر السينمائي أو صندوق البحر الأحمر، بجانب مشاركة المهرجان في تمويل فيلم الافتتاح أو في إنتاج فيلم الافتتاح اللي هو جوني ديب، بطولة جوني ديب. فبجانب ده كمان كان في أفلام أخرى حصلت على جوائز بجانب، يعني غير الخمس أفلام اللي احنا اتكلمنا عليهم. فالحقيقة كانت مشاركة مميزة وكان حضور قوي وتفاعل كبير جدا مع الأفلام اللي اتقدمت. يعني لأول مرة شفنا السودان بتقدم فيلم لأول مرة في المهرجان، الأردن أول مرة ليها فيلم، المغرب كانت حاضرة ب4 أفلام، وكذلك تونس في المسابقة الرسمية. فيعني شو اللي أعطى هذا الدفع إذن لهذه الأفلام الآن؟ الموضوع اللي احنا بنتكلم عنه الوقت صناديق الدعم، هي الرئة اللي بتتنفس منها السينما المستقلة. يعني بطبيعة الحال صناعة السينما أو صناعة الأفلام ليها أكتر من شق، يعني من ضمنهم السينما التجارية اللي بنشوفها بتعتمد على شباك التذاكر أكتر، وبتعتمد على تمويل من منتج واحد أو أكتر من جهة إنتاج بيبقوا بيتعاملوا مع المسألة بشكل تجاري. وهناك مشاريع خاصة أو مشاريع لها رؤى مميزة ما بتعتمدش على شباك التذاكر، بتستهدف المهرجانات بشكل أساسي ثم تستهدف بعد كده العرض الجماهيري في المقام الثاني. ودي ما تقدرش تقوم أو تعتمد على منتج تجاري، ولكن بتعتمد على صناديق الدعم. ومن هنا نقول أن صندوق البحر الأحمر هو من الصناديق اللي فرقت جدا في الصناعة في السنين الأخيرة دي، لأن هو كان رأس ماله 114 مليون دولار أمريكي، وده أكبر من يعني من صناديق دعم أخرى. هو 14 مليون مش 114، 14 مليون دولار أمريكي، وده أكبر من صناديق دعم أخرى كثيرة كانت موجودة في فترات سابقة زي مهرجان دبي أو مهرجان أبو ظبي أو حتى مهرجان القاهرة والجونة أو صندوق آفاق. فبالتالي الفترة اللي فاتت دي شهدت تقديم عدد من الأفلام. وبرضو خلينا نوضح آلية الدعم الصناديق دي، يعني بتتم إزاي. إن أغلب المشاريع بتكون متقدمة كسيناريو في الأساس، فبيتم دعمها على 3 مراحل: مرحلة ما قبل الإنتاج اللي هي السيناريو والشغل اللي بيتم الشغل عليها، ومرحلة الإنتاج أثناء تصوير العمل بيحصل على دعم من أكتر من جهة، ثم مرحلة ما بعد الإنتاج اللي هي البوست برودكشن اللي هي المرحلة النهائية من العمل. يعني والأفلام اللي احنا شفناها دي حصلت على الدعم من الصندوق البحر الأحمر ومن صناديق دعم أخرى أيضا، ولكن الدعم الأكبر كان من صندوق البحر الأحمر. صناديق الدعم هذه عامة بتكون صناديق ممولة قطاع خاص، قطاع عام. هلا كمان عم قلنا قبل شوي انه صندوق الاستثمار السينمائي هو احد الصناديق يلي راح يتوجه ايضا للصندوق الثقافي. الصندوق الثقافي ده 100 مليون دولار، ده فعلا اعلن عنه في مهرجان كان ان هو لدعم المشاريع سواء كانت الافلام السعوديه او الافلام العربيه، وبرضه مستهدف بشكل او باخر الافلام الافريقيه زي ما صندوق البحر الاحمر. وبيستهدف بوجه عام تمويل كمان صناعة الأفلام. يعني هو الصندوق الثقافي بيختلف شوية عن صندوق البحر الأحمر في أنه بيستهدف الشركات نفسها، أن هي اللي عايز يفتتح دور عرض، اللي عايز يبقى بيقدم مش مجرد بس يقدم منتج فيلم سينمائي، ولكن تشجيع الصناعة بوجه عام برؤوس أموال كبيرة. وهو ده الجانب اللي حاصل من اللي شفناه يمكن في المهرجان، كان ان في تكامل ما بين جهات السعوديه كلها اللي كانت موجوده في الجناح السعودي. يعني لو بنتكلم على نيوم، بنتكلم على فيلم العلا، بنتكلم على هيئه الافلام اللي تابعه لوزاره الثقافه، بنتكلم على ام بي سي ستوديوز، بنتكلم على كل الجهات اللي معنيه بشكل او باخر بصناعه او بدعم قطاع السينما السعوديه، كانت مجتمعه في المهرجان وقدمت
يعني نقدر نقول يعني دفعه قويه للصناعه العربيه كلها مش يعني بس بشجع السعوديه. انه نشوف الصناديق هذه عم تكبر حجم. اذا قلت لي 14 مليون كنا عم نحكي قبل، هلا عم نحكي ب 100 مليون. نحن دائما لما بنحكي على السينما العربيه او السينما الافلام يلي عم تاخذ جوائز بالمحافل العالميه، هيدي دائما بتكون يا اما فيلم قصير يا اما بادجت منخفضه للغايه. فما في شك انه بشجع هذا الشيء انه عم تكبر البادجت. كيف ممكن انك تتزايد اكثر؟ هو مش بس اي اطراف يعني لازم يدخلوا بهيدي. هو مش بس ان هو يكبر البادجت، يعني لان بطبيعه الحال في افلام من اللي اخذت الجوائز دي البادجت بتاعها مش كبير، واخده ارقام يعني اقصى حاجه بيمنحها صندوق البحر الاحمر للفيلم اعتقد حتى الان 150 الف دولار للفيلم، وده بيساهم مع المنتج، بيساهم مع الجهه اللي هي بتنتج الفيلم في الاول. يعني لو جينا مثلا نبص على فيلم زي وداع عن جوليا اللي هو الفيلم السوداني اللي شارك ده، واخد دعم من صندوق البحر الاحمر، واخد دعم من مهرجان الجونه، من منصه الجونه، واخد دعم من كذا جهه انتاج. ده بيشجع حتى صناع الفيلم اللي استمروا في ان هم يعملوا الفيلم خلال 4 سنوات. يعني اغلب الافلام اللي خدت الجوائز دي رحله صناعتها ودخولها في يعني دهاليز التمويل زي ما بيتقال بتاخد من 3 لـ4 سنين عشان الفيلم يطلع. ده بيشجع المنتجين ان هم يستثمروا اكتر. يعني تلاقي منتج زي محمد حزوي، تلاقي منتج زي فيصل بالطيور، تلاقي منتج لما يلاقي الفيلم واخد دعم من صندوق ده بيبقى خاضع للجنه، فبالتالي بيتحمس ان هو يحط فيه فلوس اكتر ويقول ان في ضمانه ان في انا عم بطلع لشوف اذا قديش الافلام العربيه هي بتشكل فرصه استثماريه للمستثمر اللي عم بيبحث عن استثمارات بديله. طبعا مش عم نحكي على استثمارات باسواق الاسهم او غيرها، لكن هل الصناديق هذه مفتوحه لمزيد من الاستثمارات؟ هل هي مغلقه؟ هل هي صناديق خاصه؟ صناديق بتشكلها مؤسسات حكوميه؟ هي هنا مؤسسات حكوميه، في اغلب الصناديق تبقى مؤسسات حكوميه، يعني بتعتمد على حتى اللي موجوده في الدول الاوروبيه اغلبها بتعتمد على تمويل حكومي في الاساس. نعم. وبيدي فرصه طبعا للصناع السينما ومن كذا دوله ان هم يستثمروا ويبقوا موجودين في صناعه السينما، طبعا مش مقارنه بحجم الاستثمار في حاجات تانية، ولكن الاستثمار في كل الاحوال بيؤتي يعني بيؤتي ثماره ويؤتي مردود ايجابي على كل المستويات، يعني على المستوى المادي وعلى المستوى الادبي. ان فيلم يبقى بيحصل على جوائز ده معناه ان هو هيتباع كويس للمنصات، ومعناه ان هو هيحقق شيء جيد. والأهم من هيك العرض. انك انت عم بتشجع وعم بتصدر ايضا الثقافه وبتقدم مواهب جديده بالفعل. بتقدم مواهب جديده. شكرا جزيلا لك. شكرا محمد.